Then section 4.1, experiments and counting rules. يعني التجارب وطرق العد. ف section 4.1 راح نتعلم من خلاله بعض طرق العد والاحتمالات. اذا شو تعريف الاكسبيرمنت؟ تجربه. is a process that generates well-defined outcomes. بيكون لها نتائج. اذا التجربه اللي عمليه من خلالها بتم استحداث outcomes اللي هي نتائج. وفي عندنا شيء اسمه sample space. هذا السامبل سبيس اللي هو الفضاء العيني نرمز له بالرمز S. ولكل experiment بيكون في عندنا sample space اللي هو عبارة عن the set of all experimental outcomes. يعني مجموعة بيكون فيها جميع النتائج المتوقعة لهي التجربة. فمثلا لو جينا عملنا toss a coin for a A. لو رمينا قطعة نقد متزنة شو ممكن يطلع معنا؟ يا هيد يا تيل. هيد وتيل من اليوم طالع بنرمز لهم بالرمزين H و T labels لإلهم. وبالتالي sample space S للتجربة الناتجة عن رمي قطعة نقد toss a coin هي H و T. مثلا roll a die اللي هو لما ترمي حجر نرد شو ممكن تشوف؟ الأرقام. واحد من هاي الأرقام السامبل سبيس اللي عندك يا بتشوف الرقم واحد يا بتشوف الوجه اثنين يا الرقم ثلاث إلى آخره حتى آخر رقم اللي هو ستة ولا يمكن تشوف رقم غيرهم. وبالتالي السامبل سبيس هو مجموعة تحتوي على كل الأوتكمز المتوقعة. طيب واحد بيلعب في لعبة معينة أوكي شو السامبل سبيس هون؟ يا بفوز يا بخسر لوز يا إما تاي تعادل. إذا من خلال الإكزامبل قدرنا نفهم شو المقصود في السامبل سبيس. إذا الكل متابع معي نضغط الرقم واحد. أوكي جميل جدا. هلا أيضا الإكسبيرمنتال أوتكمز في لهم أسامي اسم ثاني بنسميه سامبل بوينت. يعني مثلا الهيد بنسميها سامبل بوينت موجودة في السامبل سبيس الناتج عن رمي قطعة نقد. وأيضا التيل هي سامبل بوينت. هلا مجموع السامبل بوينتس كلياتهم بنسميهم ايش؟ الاكسبيرمنتال اوتكمز. فيا بحكي اكسبيرمنتال اوتكم يا بحكي سامبل بوينت نفس الحاجة. هلا نيجي على طرق العد كاونتينج رولز. في عندنا ثلاث طرق راح نتعلمها اليوم ان شاء الله. أول طريقة بنسميها المالتيبل ستيب اكسبيرمنت. و الطريقة الثانية اللي هي الكومبينيشنز توافيق. والطريقة الثالثة البرميتيشنز اللي هي التباديل. ولمحة بسيطة عن التوافيق بيكون فيها الترتيب غير مهم. البرميتيشن تباديل بيكون الترتيب فيهم مهم جدا. هلا نيجي على أول طريقة اللي هي المالتيبل ستيب اكسبيرمنت. هلا على فرض إنه في عندنا تجربة معينة. هاي التجربة مكونة مثلا من case steps كويس. هلا إذا عدد الـ outcomes في step رقم واحد كان N1 وعدد الـ outcomes في step رقم اثنين كان N2 وعدد الـ outcomes في آخر step K كان NK معناته راح يطلع معك الـ total number of outcomes راح يطلع معك حاصل ضرب N1 في N2 لعند NK. ناخذ مثال بسيط حتى تكون الصورة واضحة. اوكي على فرض انه في عندنا تجربة. هاي التجربة هي tossing two coins رمي قطعتي نقد. How many outcomes are possible لهي التجربة؟ هلا بيجي بحكي في الخطوة الأولى يعني أنا عندي هون k تساوي 2. لما ترمي أول قطعة نقد راح تشوف ايش؟ يا صورة يا كتابة وبالتالي N1 2. ولما ترمي قطعة النقد الثانية راح تشوف ايضا يا صورة يا كتابة معناته ايش؟ عندك N2 تساوي 2. اذا حسب مبدأ العد اللي هي multiple step experiment راح يكون عندك total number of outcomes هو عبارة عن N1 ضرب N2
ويساوي 2 في 2 ويساوي 4 outcomes. وهم بالفعل هيهم الأربع outcomes، شايفينهم هيهم. لما ترمي قطعتي نقد شو راح تشوف؟ يا بطلع صورة صورة هيد هيد، يا بطلع معك هيد تيل، يا تيل هيد، يا إما إيش تيل تيل. وبالتالي هاي الفضاء العيني للتجربة الناتجة عن رمي قطعتي نقد. بس لو بدك ترمي مثلا خمس قطع نقد، فهي الحالة أول قطعة في عندك يا صورة يا كتابة اثنين، والقطعة الثانية نفس الحاجة اثنين في اثنين، والثالثة نفس الحاجة، والرابعة نفس الحاجة، والخامسة نفس الحاجة. ففي الفضاء العيني عندك بطلع مجموعة مكونة من 32 sample point أو experimental outcome. إذن بشكل مبدئي إذا كان عندك تجربة، إذا بدك مثلا ترمي قطعة نقد، هاي قطعة النقد يا صورة يا كتابة، معناته السامبل سبيس تبعك فيها اثنين فقط. إذا بدك ترميها مثلا كي، إذا بدك ترميها مثلا ام مرة، إذا بدك ترميها ام مرة، فهذا هو الجواب تبعك، بعطيك اثنين قوة ام. فمثلا هون كان عندك اثنين قوة اثنين، طلع معك الجواب أربعة possible outcomes موجود في السامبل سبيس. هون راح يطلع معك اثنين قوة خمسة ويساوي 32 possible outcomes راح يطلع معك في السامبل سبيس لهي التجربة. هلا لو رمينا مثلا حجر نيرد عشان الصورة تكون واضحة، لو رمينا حجر نيرد، هلا حجر النيرد عندك في عندك ست أوجه عليه، وبالتالي بيطلع الجواب ستة قوة M. فمثلا لو بدك تشوف عدد الـ experimental outcomes الموجودة في السامبل سبيس لتجربة ناتجة عن رمي حجري نارد، بطلع الجواب 6 قوة 2 وبطلع الجواب 36. إذا رميت حجر النارد مثلا 10 مرات يصير عندك 6 قوة 10 اللي هو عدد الـ outcomes الناتجة عن رمي حجر نارد 10 مرات. فإذا بدك تشوف السامبل سبيس هون، بيكون السامبل سبيس جواته outcomes اللي هما السامبل بوينتس عددهم 6 قوة 10 بنفس الطريقة. إذن هذا هو مبدأ العد. نرجع للنوتس. هلا ممكن الواحد يمثل مثلا مبدأ العد عن طريق تري دياجرام. إيش هو التري دياجرام؟ مثلا قطعة النقد الأولى، قطعة النقد رقم واحد، لما ترميها بتشوف يا هيد يا تيل. بعدين ايش هاي الناتج عن ايش؟ عن الفيرست كوين. هلا لما تيجي ترمي قطعة النقد الثانية، التمثيل التري دياجرام اللي هو تمثيل الشجرة بيقول لك كالتالي، عند كل نود هون بتحط كمان، بتكرر التجربة كمان مرة. فهي انا بطلع معك كمان هيد او تيل، هون بطلع معك يا هيد يا تيل. بمعنى كالتالي، بمعنى اذا رميت اول قطعة نقد وطلعت معك هيد، وجيت رميت قطعة النقد الثانية، شو احتمال يطلع معك؟ يا هيد يا تيل. واذا رميت قطعة النقد الاولى وطلعت تيل، بعدين شو رميت قطعة النقد الثانية، شو بطلع معك؟ يا هيد يا تيل. فهي هي الفكرة. اذا هذا هو تمثيل الشجرة، وبكون عندك هون كل هدول ايش؟ هذول كلياتهم نسميهم الناتج عن تمثيل الشجرة اللي هم الاكسبيرمنتال اوتكمز، وبكون عددهم أربعة مثل ما شفنا من قبل. ايضا لهم اسم اللي هم السامبل بوينت. هلا الطريقة الثانية لطرق العد اللي هي الكومبينيشنز او التوافيق. الكومبينيشنز مثلا بيكون في عندك تجربة وبتضمن اختيار selecting، اختيار عدد جزئي من العدد الكبير من الاوبجكت. يعني هنا n صغيرة وn الكبير هي ايش؟ بيكون sample space مثلا n الكبير. هلا هون الاشي المهم، مش بس في عندي اختيار، في عندك اختيار بالcombinations، وايضا بيكون الorder not important، مش مهم الترتيب. ومثلا اذا بدك تختار انت مثلا C combination، هاي C، إذا عندك مثلا مجموعة فيها capital N بدك تختار منها مجموعة جزئية أصغر N، فبحكي C
مثلا capital N هون small N هون، وبحكيها بهي الصورة N combined N combined by small N. والقانون تبع الكومبينيشنز هو عبارة عن capital N factorial على small n factorial مضروب في الفرق بينهم factorial. هلا شو يعني factorial المضروب capital N factorial؟ هاي القانون تبعها بتبلش n في n ناقص 1 في n ناقص 2 لعند الواحد، ونفس الحاجة small n. والصفر factorial القاعدة له واحد، دائما الصفر factorial واحد. فمثلا 4 factorial شو بنحكي؟ 4 في 3 في 2 في 1 يعني 24، و5 factorial 5 في 4 في 3 في 2 في 1 يعني 120. هلا اللي بدي اياك تعرفه بالكومبينيشنز هون كمان مره، بيكون التجربه في عندك من خلالها نختار اختيار، والاختيار اللي هون بيكون ايش؟ الترتيب فيه مش مهم. So we use combination to find the number of different samples of size n that can be selected from the space of size capital N. فمثلا مثال عندنا هون من أمثلة الكتاب، أوكي. So هاي عندنا مثال من أمثلة الكتاب اللي هو سؤال رقم 2 صفحة 150. بحكي لك على فرض انه في عندي انا مثلا جروب مجموعة جواتها 6 items، 6 ايش items. هاي الايتمز هم عبارة عن ايش؟ A B C D E F. هاي مجموعة جواتها الاحرف من A ل F. السؤال how many ways، بكم طريقة can 3 items be selected من هاي الجروب؟ بكم طريقة بقدر اختار 3 احرف من مجموعة في جواتها 6 احرف من A ل F؟ هلا to identify طبعا them and list طبعا ايش؟ list each of different combinations، يعني ما نكتبهم كلياتهم، هيهم كتبهم انا كلياتهم. هلا بدك تختار ثلاث احرف من مجموعه جواتها ست احرف، السؤال بكم طريقه؟ اوكي، هلا انا عندي هون كابيتال ان اللي هو سته مجموعه الكبيره، وبدي اختار مجموعه صغيره في جواتها قديش؟ ثلاث. فالترتيب هنا طبعا انا حاكي انه الترتيب مش مهم، وبالتالي الترتيب مش مهم معناته مثلا لو اخترت A B C هو نفس A C B، لان الترتيب غير مهم، هو نفس C B A، هو نفس مثلا A مثلا هو نفس B هو نفس B C A and so on. كل هذول عبارة عن نفس الاختيار لأن الترتيب مش مهم. فأنا بدي أختار ثلاث، بدي أختار أنا هلأ ثلاث أحرف من ست أحرف، والسؤال بكم طريقة بقدر أختارهم؟ إذا بيجي بطبق تطبيق مباشر، بيجي بحكي هاي الجواب اللي هو عبارة عن C combination، يعني بدي أعمل combination capital N هون ستة و small n هي عبارة عن ثلاث، حسب القانون هي عبارة عن ستة combined by 3، معناته 6 فاكتوريال على 3 فاكتوريال في الفرق بينهم فاكتوريال، وبالتالي 6 ناقص 3 هي 3 فاكتوريال. هلا 6 فاكتوريال 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1، و3 فاكتوريال 3 في 2 في 1 في 3 في 2 في 1. فبشطبوا مثلا 3 في 2 في 1 مع 3 في 2 في 1، و3 في 2 في 1 هي عبارة عن 6، تشطب مع 6 بضل 5 في 4 الجواب 20 طريقة. إذا السؤال بقول لك مش بس كل 20 طريقة، وأيضا احكي لي صفت لي إياهم، أعطيني إياهم على شكل ليست، بين لي إياهم شو هم ال 20 خيار اللي ممكن أنت تختارهم من مجموعة فيها 6 أحرف، وأنت تختار مجموعة جزئية فيها 3. هيهم، يا بتختار A B C، يا بتختار A B D، يا بتختار A B F، يا بتختار A B F A B E، هاي A B E وهاي A B F. بضلك مكمل فيهم. هلا إذا بتلاحظ هذول المجموعات ولا واحدة زي الثانية، شايفين كيف؟ تمنك توصل بالآخر مثلا ل D E F.
تعال شوفهم، هي العمود الأول في جواته 4، العمود الثاني 4، وفي عندك 5 عمدان، معناتها 5 × 4 بيطلعوا 20. إذا 20 طريقة بقدر أختار مجموعة مكونة من 3 أحرف من مجموعة كبيرة أصلا فيها 6 أحرف. إذا الكل متبع معي وفاهم يضغط الرقم 2. وإذا في حدا عنده أي سؤال بيقدر يعمل رايز هاند. أوكي، هلأ في عنا هون كمان مثال، مثال بحكي لك كالتالي: في عنا مجموعة من الأرقام، هاي المجموعة اللي هم 2 3 5 6 7 9، والسؤال بيقول لك استخدم هاي الأرقام عشان تشوف لي بكم طريقة بقدر أكتب رقم مكون من 3 digits بدون ما تكرر، without repeating the digits، ممنوع نكرر هاي الديجيتس. إذا كمان مرة، من هاي مجموعة الأرقام اللي هون نروح نكتب رقم هلا مكون من 3 digits، ممنوع التكرار، ممنوع التكرار، وأيضا لازم يكون هذا الرقم شو ماله؟ زوجي، even. طيب حتى يكون even ركزوا معي، هاي بدك تكتب رقم من 3 خانات حتى يكون الرقم اللي معانا زوجي، معناته هاي الخانة لازم يكون فيها رقم زوجي، صح ولا لا؟ حتى يطلع معك رقم ايش؟ even. هلا السؤال، وين الأرقام الايفن اللي هون؟ هي عندك 2 زوجي وهي عندك 6 زوجي، معناته بس بطريقتين فقط، هون فقط بطريقتين بقدر اختار الخانة هاي اللي هون، وهي ناتج عن الرقم 2 اللي هون. تمام؟ هلا انا بدي اكتب رقم مكون من 3 خانات. اوكي؟ معناته الخانة الأولى انحجزت، هاي خلص جهزناها، هاي خلصنا منها، وهون بس فقط معي مجال احط رقمين اللي هم 2 و6 فقط. طيب هلا لما نحط ثبتنا هاي الخانة، هلا هاي الخانة صارت جاهزة اللي هون. لما ثبتناها معناته احنا خسرنا رقم من هون، خسرنا يا هذا الرقم، يعني حطينا رقم يا حطينا 2 يا حطينا 6، واحد منهم. فشو بصفي هلا خيار هون؟ بكم طريقة بقدر احط رقم هلا هون؟ خلينا نشوف، انا عندي كم رقم عندي؟ انا عندي هون طلع كيف؟ كل الارقام اللي عندي هي 1 2 3 4 5 6، حجزنا رقم هون بضلوا 5، اذا بيجي بكتب هي هون 5 اللي هي الرقم اللي هون، شايفينه؟ طيب صرنا حاجزين رقم للاول خانة ورقم للخانة الثانية، ضل علينا نحجز اخر رقم، فبيجي بشطب، انا صرت شاطب رقمين من هون، فشو بضل عندي هلا؟ بضل عندي مجال لكمان رقمين من هون ورقمين، 4 ارقام، فبحط هون ايش؟ 4 خيارات، في عندي 4 خيارات، وبالتالي هلا بيجي بس بضربهم، بضرب 4 × 5 × 2، فبطلع الجواب 40 طريقة ممكن اكتب فيهم رقم مكون من 3 خانات ويكون زوجي. اللي متبع معي يضغط الرقم 4. واللي عنده سؤال بيقدر يعمل رايز هاند. طب لو بدي اسال نفس السؤال، بس بدنا نكتب هلا مش رقم زوجي، لو نفس السؤال وبدنا نكتب رقم فردي، بدل الايفن هاي بدنا نحط اود. هلا اذا بدك تحط اود معناته بدك تتحكم هلا وين؟ في اول خانه هون حتى يطلع معك الرقم فردي. السؤال، كم خيار عندك للفردي؟ هاي خيار، خيارين، 3 4، 4 خيارات عندك لإيش؟ للفردي، معناته بيجي بحط هون 4 خيارات، كويس؟ هاي 4 خيارات للفردي جاهز. هلا باعتبار أنا هلا اخترت، رقم هلا من هون، هلا هذول قديش عددهم؟ هلا هذول عددهم 2 4 6، باعتبار اخترت واحد بضل 5، هاي 5 للخيار هون، بقلكش في الخانة هاي ولا بقلك في الخانة هاي، وهي بضل لها ايش؟ بضل لها 4 خانات لأنه أنا أوريدي صرت حاجز 2.
فشو بطلع الجواب عندك؟ بطلع عندك الجواب 4 في 5 ب 20، 20 ضرب 4 بصير عندك 80 خيار انك بتقدر تكتب رقم مكون من 3 خانات ويكون فردي. هلا بنفس الطريقة ممكن احكي لك طيب رقم مكون من 4 خانات او رقم مكون من 7 خانات، بنفس الطريقة يعني بتقدر ترجع ونفس المبدأ تكمل عليه. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بحكي لك في عنا فندق، هذا الفندق بخدم 100 ضيف مع هاي الداتا. في عندك في ميل 44 منهم 42 ساتيسفايد مبسوط من خدمات، واثنين unsatisfied مش مبسوط من خدمات الفندق. وفي عندنا كمان 56 ميل، هذول 56 ميل منهم 40 مبسوط من خدمات الفندق ومنهم 16 مش مبسوط من خدمات الفندق. السؤال: If two guests are randomly selected، إذا جينا اخترنا ضيفين بشكل عشوائي، What is the probability إنه both are unsatisfied؟ شو احتمال نختار ضيفين بشكل عشوائي ويطلعوا اثنين unsatisfied؟ هلا أنا بدي اياك تفهم فهم. قديش المجموع اللي عندي هون أنا أصلا؟ كل المجموع اللي عندي قديش؟ 100 ضيف. وهذا السؤال بنحل بأكثر من طريقة. هلا 100 وانت بتسأل فيه بدنا اثنين نختارهم بطريقة عشوائية ويطلعوا unsatisfied. السؤال كم مجموع الـ unsatisfied هون؟ يعني وكأن انا عندي هيك، طلع كيف؟ كأن انا في عندي زي مجموعة، هاي المجموعة جواتها 18 واحد 18 ضيف unsatisfied، وأيضا في عنا satisfied قديش؟ 82، هذول بيكونوا satisfied. هلا من هاي المجموعة بدنا نروح نختار اثنين بشكل عشوائي، اوكي؟ هلا بدي اياهم يطلعوا unsatisfied، فانت بتختار اول واحد. شو احتمال اول واحد يكون unsatisfied؟ اول واحد احتمال يكون unsatisfied ايش؟ هو عبارة احتمال اول واحد يكون unsatisfied 18 من 100، ليس كذلك؟ او احتمال اول واحد، فاول واحد احتمال يكون unsatisfied 18 من 100، لان جوا في عندك 18 واحد، فاحتمال يطلع معك unsatisfied هو الاحتمال تبع 18 من 100. طيب هلا شو احتمال الثاني يكون عندك ايش؟ شو احتمال الثاني يكون unsatisfied؟ إذا أول واحد طلع unsatisfied، هذا الرقم اللي هون بنقص واحد، طلع هذا الرقم اللي هون بنقص واحد بصير 17، فصفوا عندك 17 واحد جوا الصندوق، بس 17 قديش المجموع هلا صفى؟ 99، 17 من 99، فهذا هو احتمال ايش؟ احتمال إنه أول واحد يطلع unsatisfied واحتمال الثاني يطلع unsatisfied. هاي طريقة، فبطلع الجواب هون زي ما انتم شايفين 3%. هلا في طريقة ثانية انك كالتالي تعمل، تستخدم فيها الكومبينيشن، انك تحكي انا بالاصل في عندي 100 ضيف بدي اختار منهم اثنين، هاي الاختيار تبعي، بس لحظة بدي اروح على 18 unsatisfied اختار منهم اثنين، واروح على 80 82 اختار منهم صفر. ف كويس، فهيك ايضا هاي طريقه رائعه جدا عشان نطلع ايش؟ الاحتمال نفسه، فبطلع معك الاحتمال نفسه. انت بدك كمان مره بدك المقام اللي هو انت قديش بدك تختار؟ بدك تختار اثنين، هاي فبروح بحكي انا عندي 100 بدي اختار منهم ايش؟ اثنين. كويس، بعدين كيف بدي فوق بصنفهم فوق؟ من وين بدي اياهم اثنين؟ بيجي بحكي من satisfied اللي هم 80 82 تاخذش ولا واحد منهم صفر، ومن ال 18 خذ اثنين. هلا حكيت هاي جوابها واحد حسب القانون اللي تعلمناه قبل شوي، جوابها واحد. ليش؟ لان هاي
عبارة عن 80 82 فاكتوريال على 0 فاكتوريال في 80 82 ناقص 0 فاكتوريال. فبشطب هاي مع الباست، والصفر فاكتوريال قبل شوي شفنا الصفر فاكتوريال هو عبارة عن الواحد، فبطلع الجواب تبعها هي ايش؟ واحد. فبضل عندك 18 كومبايند باي 2 على 100 كومبايند باي 2، فبطلع معك نفس الرقم 3%. إذا الكل فاهم ومتبع معي نضغط الرقم 5. وإذا حدا عنده أي سؤال بيقدر يعمل رايز هين. أوكي، جميل جدا. هلا طلعوا لي على هذا السؤال مقدمة للطريقة الثانية من طرق العد اللي هي البيرموتيشن. هلا على فرض انه في عندي انا كلمة فورمولا، كلمة فورمولا كم حرف فيها؟ 7 حروف، 1 2 3 4 5 6 7. السؤال how many ways، بكم طريقة can the letters of this word be arranged، بكم طريقة بقدر أرتب حروف هاي الكلمة. إذا هذا هو مقدم السؤال لدرس لمفهوم البيرموتيشنز اللي هي التباديل. فأحد الطرق إنك شو تعمل؟ تيجي تعمل أنا في عندي 7 أحرف، هاي 3 4 5 6 7، هاي 7 أحرف. هلا بكم طريقة بقدر أعبي أول خانة هون؟ تقدر تختار أي رقم بدك إياه، تقدر تختار أي حرف. شايفين هذول الأحرف؟ أي حرف بدك إياه تقدر تحطه هون. تمام؟ سو قدامك 7 خيارات. أوكي، بس تعبي هلا أول خانة بروح حرف. قد إيه بضل هلا؟ بضل 6 خيارات هون، بعدين 5، بعدين 4 3 2 1. وهي عبارة عن إيش؟ عن 7 فاكتوريال اللي هي 5040. وبالتالي هاي مقدمة للبرميتيشن. البرميتيشن بيكون الترتيب مهم، وبالتالي بيكون في عندك انت هنا 7 أحرف بدي اختار منهم 7 أحرف. القانون طبعا تبع البرميتيشن بيكون عندك 7 فاكتوريال على القانون على 7 ناقص 7 فاكتوريال. يعني هي مكتوب قدامك هون، فيش داعي اعيدها كمان مرة. هيو، وبالتالي بيطلع في المقام 0 فاكتوريال يعني 1، بضل الجواب 7 فاكتوريال. وبالتالي بنقدر هلا نعرف مع بعض اللي هو البيرميتيشن بهاي الصورة. اوكي، اذا التباديل when the experiment involves selecting، يعني في عندنا اختيار هون من مجموعة، ولكن بيكون الترتيب شو ماله؟ important، مهم. وبالتالي اذا في عندك مجموعه مكونه من كابيتال ان بدك تختار منها سمول ان، فعندك البسط ان فاكتوريال على المقام الفرق بينهم فاكتوريال بدون ما نضرب زي التوافيق في ايش؟ في ان فاكتوريال سمول. وبالتالي لو بدنا ناخذ اكزامبل تطبيق مباشر على البيرميتيشنز زي الاكزامبل اللي شفناه قبل شوي، هي عندك هون مثلا سؤال 3 صفحه 150. How many permutations of 3 items can be selected from a group of 6؟ وبالتالي عندك جروب مكونة من 6 items بدي اختار منهم 3، والسؤال بحكي لك permutations، تطبيق مباشر، معناتها 6 فاكتوريال على الفرق بينهم. مش حدا يفكر انه هاي الثلاث يعني بجيب اللي هون، انا بحكي ايش؟ هاي الثلاث عبارة عن 6 ناقص 3 فاكتوريال. بالصدفة هون طلعوا نفس الاشي، وبالتالي هاي عبارة عن 3 فاكتوريال. تمام؟ وتطبيق مباشر وبطلع الجواب معك 120 طريقة. هلا لاحظوا انه بالبرميتيشن، يعني هذا السؤال انا لحقت للسؤال الاولاني اللي كان عندك مجموعة مكونة من 6 أحرف، بدنا نختار 3 أحرف. هلا بالبرميتيشن الترتيب مهم. شو يعني؟ يعني A B C بتفرق عن A C D، بتفرق عن B A C، تفرق عن بي سي اي، تفرق عن سي اي بي، تفرق عن سي بي اي. هذول كلهم
مش زي بعض في البرميتيشن، بس بالكومبينيشنز هذول كلياتهم بعتبرهم ايش؟ مجموعه واحده لانها مكونه من نفس الاحرف. كويس؟ بس بالبرميتيشن نو، بحكي انه هون اي حدث للاول اخترناه، بعدين ايش بي، بعدين ايش سي. هلا هون اخترنا اي، بعدين ايش سي، بعدين ايش بي اخترناهم، فطرق الاختيار هون بالترتيب مهم في البرميتيشن. اذا الكل متابع معي نضغط الحرف كابيتال اي. اوكي جميل جدا. طيب اذا فهمنا هلا طرق العد اللي هي المالتي ستيب اكسبيرمنت والبرميتيشنز والكومبينيشنز. نيجي هلا على assigning probabilities. هلا يا جماعه اذا في عندك تجربه معينه وهي التجربه اجينا على السامبل سبيس لها، والسامبل سبيس طبعا جواته ايش؟ البوسيبل اوتكمز. اي اوتكم ساكن هون البروبابيلتي له اكبر او تساوي صفر واقل او تساوي واحد. دائما البروبابيلتي لاي حدث ايفنت او اوتكم بتكون هي اقل شيء صفر، يعني انه مستحيل يحدث، واعلى شيء واحد يعني 100% راح يحدث، وممكن يكون بين صفر وواحد احتمال بنسبه معينه يحدث. هلا اذا بتيجي على جميع الاوتكمز اللي هون all possible outcomes، اذا بتيجي تطلع الاحتمال لكل outcome تجمع الاحتمال الثاني تجمع الاحتمال الثالث ضلك تجمع فيهم لازم يطلع المجموع ايش؟ واحد. بمعنى انه السامبل سبيس شو احتمال حدوثه؟ 100% واحد، لانه هاي تجربه لازم يطلع منها ايش؟ نتيجه موجوده بالسامبل سبيس. اذا مجموع البروبابيلتيز لكل الايفنتس الموجوده بالسامبل سبيس بدون ما نستثني اي حدا منهم الجواب واحد. هلا في عندنا ثلاثه ميثودز بتعطينا البروبابيلتيز، هاو تو اساين بروبابيلتي تو ذا ايفنتس. اول ميثود اللي بنسميها الكلاسيكال ميثود، وين اول اكسبيرمنت اوتكمز ار ايكوالي لايكلي. هلا حط لي خطين تحت كلمه ايكوالي لايكلي. بعد التجارب بتكون احتمال حدوث كل واحد من الاوتكمز متساوي. بمعنى لو جينا على تجربة رمي حجر قطعة نقد، اوكي اذا بدك ترمي قطعة نقد بيطلع معك يا هيد يا تيل، صح؟ هلا اذا كان حجر النقد طبعا متماثل، بمعنى انه فيش فيه تلويح او شيء، يعني ما فيش فيه بايز بسموه، لازم يكون احتمال يطلع صورة ونفسه يطلع احتمال يطلع كتابة. فهي الحالة نص نص. منين اجى النص؟ اثنين هاي اللي هي عدد السامبل، عدد الايفنتس اللي موجوده بالسامبل سبيس. كويس؟ لانه بالكلاسيكال ميثود بيكون كل الاوتكمز ار ايكوالي لايكلي، وبالتالي احتمال كل واحد فيهم هو واحد على ان. وشي هي ان؟ ان هي عدد الاوتكمز الموجوده بالسامبل سبيس. فمثلا هون السامبل سبيس عدد الاوتكمز في جواته اثنين، معناته احتمال اتش هو نفس احتمال تيل هو نص. equally likely. اذا تجربه رمي قطعه نقد هي من التجارب الايكوالي لايكلي. ايضا رولا داي، ترمي ايش؟ حجر نرد متماثل فيش فيه تلويح، راح يكون عندك السامبل سبيس واحد من هاي الارقام من واحد لسته. السؤال شو احتمال يطلع الرقم واحد؟ شو احتمال يطلع الرقم اثنين؟ هو عباره جميعهم equally likely، احتمال كل واحد فيهم هو واحد على ستة، وستة هي عبارة عن عدد الاوتكمز الموجودة بالسامبل سبيس. إذا الكل متابع معي نضغط الحرف كابيتال S. طيب نشوف هلا كمان طريقة بنسميها relative frequency method. هلا relative frequency method من اسمها طبعا بتكون هون الداتا available to estimate proportion of time
اللي الاكسبيرمنت اوت كم ممكن يحدث، بس بيكون في عندنا ايش افتر ريبيتد، يعني بتكون عمليه مكرره. كيف يعني؟ على فرض في عندنا اكزامبل التالي، في عندنا مثلا عياده دكتور، وفي عندنا عدد المراجعين، وهلا اللي براجعوا بدنا نحسب لهم قديش بيستنى وقت قبل ما يدخل على الدكتور. احيانا الواحد بيروح على العياده بقعد بغرفه الانتظار بيستنى، ف بدنا نقيس هلا وقت الانتظار، فعلى مدار قديش 20 يوم. فمثلا في اول يومين ما كان في عندنا حدا في غرفة الانتظار، كان يجي مباشرة يظل داخل ايش على الدكتور. هلا خمسة ايام كان في ايش، في عندنا واحد انتظار، ست ايام كان يكون في عندنا طبعا مريضين اثنين في غرفة الانتظار، في عندنا أربعة أيام كان يكون في ثلاث مرضى في الانتظار، وفي ثلاث أيام كان يكون في عندنا أربعة مرضى في غرفة الانتظار. كمان مرة، وجود المرضى في غرف الانتظار معناته أن الدكتور مشغول، تمام؟ مش مثلا زي ما تيجي ما توقفش في غرفة الانتظار، تكون دايركت تلاقي الدكتور بستنى فيك. هلا إذا العمود الأول هو عدد المرضى اللي في غرفة الانتظار، وهون العمود الثاني اللي هو الأيام. لكل مثلا يوم كنا نشوف قديش في عندنا ناس في غرفة الانتظار. هلا لو سألنا سؤال كالتالي، إذا هذا اللي حكيت لك قبل شوي، إنه 2 days with 0 patient waiting, 5 days with only 1 patient and so on. هلا لو حكينا بدنا نستخدم الـ relative frequency مثلا method، اللي هي العنوان الطريقة الثانية لassign probability، ونطلب منك مثلا طلع لي كديش probability of zero patient waiting. شو بتحكي؟ zero patient waiting، شو احتمال ان يكون فيش عندنا ولا واحد في غرفة الانتظار؟ الجواب 2 من كديش من 20. هاي هي الفكرة في هذا المثال. شو احتمال ان يكون what is the probability of one patient waiting for غرفة الانتظار؟ patient 1 في عندك 5 ايام من كديش من 20، فبحكي 5 من 20. نفس الحاجة لما نحكي ايش، شو احتمال مثلا يكون عندنا 3 patients في غرفة الانتظار؟ بنحكي 4 من 20، والأربعة بنحكي ايش 3 من 20. طبعا لازم يكون مجموع الريلاتيف فريكونسي هو عبارة عن 1 صحيح. إذا الكل متابع معي، نضغط الحرف M. كويس، جميل جدا. نيجي على الطريقة الأخرى اللي هي نسميها subjective method. وفي subjective method when we cannot assume that the experiment outcomes are equally likely. كيف يعني؟ يعني هون بيكونوش الاوتكمز، بيكون كل واحد من الاوتكمز الاحتمال مش بالضروره يكون مماثل للاوتكمز الاخر. مثلا زي مثلا الاكزامبل التالي بشرح لك ايش the person's degree of belief، درجه اعتقاد الرجل. طبعا هي درجه الاعتقاد هي من صفر لواحد probability. فمثلا على فرض انه في عندنا student A وstudent B. هلا هذول تو ستودنتس بدي يقدموا اكسكيوز للمعلم تبعهم، طبعا هاي كلمه تيتشر، هي بدهم يعطوا الاستاذ عذر عن سبب الغياب تبعهم، غابوا عن المحاضره مثلا ستاف، وبدهم يقدموا عذر للاستاذ على الخاص. ففي عندك اكسكيوز 1 من الستودنت A، وفي عندك اكسكيوز 2 من الستودنت B. هلا سوري اي 1 معناته انه الايفنت، ايفنت انه الاكسكيوز اكسبتد، و اي 2 ان الاكسكيوز شو ماله ريجكتد، سواء الستودنت اي او الستودنت بي. هلا ستودنت اي بحط احتمال هو من عنده، شو احتمال انه الاستاذ مثلا او الدكتور انه يوافق على الاكسكيوز تبعه؟ فالاحتمال بحطه 80%. وايضا نفس الطالب A بحط احتمال شو
الاحتمال الأستاذ إنه ما يوافق على الاكسكيوز تبعه اللي هو الكومبلمنت، شو بتطلع 20%. نيجي على الطالب بي، طالب بي بنفس الفكرة بيحكي أنا والله الاكسكيوز تبعي احتمال إنه ينجح 60% واحتمال إنه الدكتور يرفضه 40%، وبالتالي هذول مجموعهم واحد وهذول مجموعهم إيش واحد، لأنهم لهم علاقة في إيش، في بليف لشخص معين، وبالتالي ممكن هنا يكونوا إيش الـ outcomes الهم probabilities are not equally likely. هلأ إذا الكل متابع معي نضغط الحرف A لأنه إحنا هلأ خلصنا section 4.1.